سلفيين اليوم. اسكو نحب نسأل سؤال، يعني هما الوحيدين اللي شبيك ديما تحب تسأل سمير؟ لا يجاوب. لا نسأل سؤال مش ليك انت، ماكش مطالب باش تجاوب، سؤال فيه جواب، فيه الجواب نتاعو. اسكو معناها السلفيين هما الوحيدين اللي تجاوزوا في القانون اليوم؟ سي فري يهددوا في الدولة، استعمال السلاح هو أخطر من أنك تقص الطريق، زاد درجات الخطورة متفاوتة، ولكن اللي يحب يطبق القانون يلزم يطبق على الناس الكل. كلامي صحيح. ثم إرهاب آخر في تونس اسمه الإرهاب النقابي، باسم الحق النقابي تقص كياسات، تعمل اعتصامات عشوائية، تعمل إضرابات مرتجلة، تعمل إضرابات تاع ابتزاز، تبتز الدولة، هذا كله مش إرهاب؟ هذا إرهاب، ما يقلش خطورة على الإرهاب الآخر، لأنه يمس الأمن الاقتصادي كما الآخر يمس الأمن العام، يمس أمن المواطنين، زاد الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، هو زاد أمن قومي، هو ما يقلش خطورة على الأمن العام. اليوم وقت اللي قصان كياسات والاضرابات عدد مهول وابتزاز الدوله رغم معرفه امكانياتها ورغم معرفه المرحله وتقدير المرحله، اليوم وقت اللي تبتز الدوله هاك تدمر في البلاد، زاد هاك تمس في الامن نتاعي، الامن الاقتصادي، وقت اللي تسكر معامل وتسكر استثمارات وتطرد استثمارات وما عادش تجيب استثمارات وتعطل السياحه، هذا الكل مش ارهاب؟ ما السبب؟ فوضى، ضعف الدوله، ضعف الدولة، هو إضعاف للدولة. أنا والله هو إضعاف للدولة. أسمع، اليوم الدولة ما تحكمش، أي هو إضعاف اللي للدولة. تحكم في تونس شكون؟ النقابة. مما تستمد قوتها؟ وقت اللي نسمع أنا هوتيل، مما تستمد قوتها النقابة إذا كانت هي اللي تحكم؟ الاتحاد مثلا، وقت اللي نسمع هوتيف الاتحاد أقوى قوة في البلاد، شنو الاستعراض هذا؟ ماهوش أقوى قوة في البلاد، أقوى قوة في البلاد هي الشعب. اتحاد الشغل هو قوة من القوى اللي موجودة في البلاد، لكن يدافع ولكن على مصالح الشعب، يدافع على مصالح الشعب بموضوعي، على مصالح الشغيلة. باهي هاو باش نعطيك، عندما يدافع عن تسأل في أسئلة تعرف أجوبتها. باهي أوكي، يدافع على مصالح الشعب، هذا شعار رنان وجميل وكذا وشعار براق ومعاه كشعار، هي حقيقة. باهي صحيح، في جانب الجوانب اتحاد الشغل يدافع على مصالح الشغالين، ولكن يا أخي إذا أنت توصل تعمل إضرابات غير معقولة وغير منطقية وغير مبررة وفيها ابتزاز للدولة، هذا دفاع على حقوق الشغالين؟ هذا تدمير. ما ليش يرجع الأمر؟ هذا تدمير. ليش يرجع الأمر؟ إذا كان ما يرجعش، أنا ما نتهمش اتحاد شغل، أنا نتهم قوة معينة في اتحاد شغل، لأن يعني اتحاد شغل منظمة كبيرة ومنظمة معناها عندها دور حتى في الاستعمار، أبار الفترة المظلمة تاع بن علي لاتحاد شغل مغيب غائب تماما، اما اتحاد شغل يقعد قوه كبيره، قوه فاعله، اما ثم قوة في اتحاد شغل تسيس في قرارات اتحاد شغل وتلعب في دور سلبي. لم يكن الاتحاد تاريخيا بعيد عن السياسه، بل مسيس منذ البدايه. يا اخي السياسه بمعنى شنو؟ بالمعنى الذي يسهم من حق حتى الرياضة مسيسة، حتى اليوم الرياضة مسيسة، النادي الإفريقي يا أخي هاكا يقودها سياسي، والنادي البنزرتي يقودها سياسي، وفي بعض الحاجات في بعض الأجواء نحسوها مسيسة. الاتحاد يسهم في بناء المشروع الوطني للبلاد منذ الاستقلال، أي إيش معنى؟ ومنذ هنا فترة الاستعمار. أي هذه ما انكرناش. نعم. هذه حقيقة، هاني قلت لك معناها هو قوة، هو قوة، هو قوة لا يمكن أن تضاهيها أي قوة موجودة في البلاد. لا لا تضاهيها أي قوة، زاد مش اعلم الدوله. لا انا اتحدث عن دوله، اتحدث عن قوه في اطار منظمات تتسمى، يعني عنده سلطه كما القضاء عنده سلطه، يلزم زاد ما يلزمش ثم سلطه تتغول، فماش سلطه او قوه في البلاد تتغول وتسيطر وتولي، لانه السلطه المطلقه مفسده مطلقه. هو يعمل توازن. لا يعمل توازن، ثم فرق بين يعمل توازن وبين يتغطرس وبين يولي هو يبتز واقوى من الدوله واقوى من السلطات الكل. وانه اليوم مثلا نعطيك مثال، اليوم وقت اللي نقابي يتجاوز القانون القضاء يحكم، شنو صار في بعض المواقف؟ ضغط على القضاء وتسييس، رغم انه متجاوز القانون، وتسييس للحكايه ويفرج عن النقابي هذا تحت الضغط، والا اعلامي والا ما فما حد ضد القانون فوق القانون. الدوله ضعف الدوله هو اللي خلق قوه موازيه ولات مسيطرة ولات تبتز في الدولة وتستضعف في الدولة، وهذا غلطة الحكومة. إذا كانت الحكومة ضعيفة وغير مسيطرة على الوضع وما تحكمش، سي نورمال باش يصير هذا الكل.